الآن مع مراسلنا من حمص ومعه نطلع أساسا على آخر أخبار محيط حي الوعر وداخل حي الوعر، وخاصة بعد أن خرقت المجموعات الإرهابية هناك الاتفاق التسوية. كيف بدت طريق التعاطي الجيش مع هذا الخرق وماذا عنها؟ نبال إبراهيم أهلا بك، وماذا عن الريف الشمالي وخاصة تلبيسة والرستن؟ نعم زملاء، سلامتي لكم ولمشاهدي الإخبارية السورية. بالفعل شهد حي الوعر ومحيطه تحديدا يوم أمس اشتباكات ليلية مع المجموعات الإرهابية المسلحة المتحصنة داخل حي الوعر، حيث يعني خرقت الفصائل المسلحة في الحي اتفاق التسوية بعدما أطلقت النار من نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة باتجاه مواقع ونقاط للجيش العربي السوري المتواجدة في محيط حي الوعر، الأمر الذي استدعى من قوات الجيش والدفاع الوطني المتواجدة في تلك المحاور إلى الرد بالأسلحة المناسبة وتنفيذ قصف مدفعي على مواقع ونقاط يعني تواجد المسلحين في حي الوعر وعمق داخل حي الوعر. هذه الاشتباكات التي طالت حتى ساعات فجر اليوم أدت إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الإرهابيين، إلى أن يعود ويخيم الهدوء الحذر حتى اللحظة في حي الوعر. في جانب آخر، نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات جوية استهدف خلالها معاقل تنظيم داعش الإرهابي في محيط حقل الشاعر وحقل المهر وشرق مدينة تدمر وفي قرى رحوم وأم أبو جريس ومسعدة وعدة قرى في باديتي القريتين وتدمر في ريفي حمص الشمالي وريفي حمص الشرقي وجنوبي الشرقي. هذه العمليات المركزة لسلاح الجو أسفرت عن تدمير عدة مواقع وتحصينات لإرهابي داعش وعدد من الآليات المجهزة برشاشات ثقيلة وإيقاع أعداد كبيرة من إرهابي التنظيم قتلى ومصابين. بالانتقال إلى الريف الشمالي، فقد يعني قصفت قوات الجيش العربي السوري بسلاحي الجو المدفعية الثقيلة عدة مواقع ومقرات ومعاقل لإرهابي جبهة النصر وما يسمى رجال الله وحركة أحرار الشام الإسلامية المنضويتين تحت زعامة النصرة في الريف الشمالي. تحديدا الضربات المركزة لسلاح الجو المدفعية الثقيلة طالت مناطق سيطرة المسلحين في بلدة تلبيسة ومدينة الرستن ومناطق السعن والزعفراني وديرفول أيضا هناك كان ضربات مركزة لحوش الدغلي والحوش حجو وحوش الديواني وأيضا مواقع في ريف حمص الشمالي الغربي تحديدا في منطقة الحولي. هذه الضربات المركزة كانت لقوات الجيش العربي السوري أدت لتدمير عدة مقرات ومعاقل لإرهابي النصرة والكتائب التي تعمل تحت زعامته وإيقاع أعداد من القتلى في صفوف التنظيم والكتائب التي تعمل تحت زعامته كما قلنا، يعني ردا من المجموعات الإرهابية المسلحة بعد أن حققت قوات الجيش ضرباتها بشكل موثق ويعني إلحاق خسائر كبيرة للإرهابيين. قامت المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف عدة قرى تحديدا قرى عين الدنانير وأم السرج بعدة قذائف من قذائف صاروخية سقطت في شوارع القريتين البلدتين أيضا طبعا وأسفرت عن إصابة مواطن وإلحاق يعني أضرار مادية ببعض ممتلكات المواطنين الخاصة. هذا كل ما لدي حتى اللحظة، وسنكون معكم عبر هواء الإخبارية السورية في حال حدوث كل جديد. نعم، شكرا جزيلا لك نبال إبراهيم، عرفنا من خلالك تفاصيل المشهد في ريف حمص الشمالي والشرقي بالإضافة إلى الريف الشمالي وتفاصيل عمليات الحاصلة على محور تلبيسة وكذلك الرستن.